أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا على البرنامج. بأي دقيقة من دقائق البرنامج تقدرون تتصلون بنا في البرنامج على الأرقام التالية اللي تشوفوها بأسفل الشاشة. في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب إن كان، تقدرون أيضا تتواصلون ويانا عبر برنامج الواتساب على الرقم الأخير الجوال اللي بصف الإشارة الخضراء مع الواتساب على برنامج الواتساب برسالة مكتوبة. أتمنى تكون الرسالة متبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف من اللي كتب لنا ومن وين، ونقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقة اليوم، وأول ملف ويانا بهذا اليوم هو ملف النازحين ومعاناتهم المستمرة ويا حلول شهر رمضان المبارك. أكو شرائح مستضعفة لابد أن ننقل صوتها في برنامج صوتكم. من هاي الشرائح العائلات النازحة بمخيمات النزوح اللي يستقبلون النازحين بالمخيمات رمضانهم الدعش، وهم محرومين من العودة أو الرجوع إلى مناطقهم بسبب سيطرة الميليشيات عليها، عجز الحكومة من إنهاء معاناتهم المستمرة على الرغم من إعلان حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشيع السوداني إغلاق بعض المخيمات. هذا الشيء اللي أدى إلى تفاقم معاناة النازحين في شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم إن شاء الله باليوم والبركة. هم يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة الأساسية، انتشار أمراض بالمخيمات من بسبب عدم وجود رعاية طبية، وفي مخيم عمرية الفلوجة اللي تعيش به العائلات النازحة من جرف الصخر من 10 سنوات، ناشدوا نسوة من النازحات في المخيم أهل الخير بتوفير السلال الغذائية إلهن والعوائلهن بعد تجاهل الحكومة لأوضاعهم، عدم شمولهم بالمساعدات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك. خلينا نستمع سوية إلى بعض من مناشداتهم. المخيمات عمرية الفلوجة المركزية خلال شهر رمضان، وقواي لا غذائية ولا حد طبنا ولا مساعدات، وناس مرضى وأرامل وأيتام وكل شيء ما يطبنا لا عين ولا شيء. من أجل الخيرين يستكتر علينا، الله الله بينا وعلى عيني والله. وتدروا هذا الوضع شلون القضايا وامورنا تعبانه، واحنا الدكتورنا على طرفنا هذا شهر رمضان جاءنا هالمره. هذا الحال اللي تشوفوه في مخيم عمرية الفلوجة. 1,300,000 نازح تقريبا من العراقيين يعيشون في ظروف صعبة بمخيمات تنوصف بأنه هي معسكرات نفي وليست مخيمات نزوح، وهذا يصير كله بسبب الإهمال الحكومي المتعمد والسافر إلى اللي وصل إلى حرمانهم من أبسط مقومات الحياة الكريمة وأبسط الحقوق. خلونا نستمع سوية إلى مناشدة من نازحة من داخل خيمتها عن أحوالها بالمخيم في ظل الإهمال الحكومي. تعالوا نسمع. أنا شد أهل الخير يدبرون غرفة خشب، كرفان، خيمة غير هاي جديدة، والله حد الآن فراش ما شتى ما عنده مع عكاش، كتلنا البرد الأطفال، والله كل أسبوع يم الدكتور ولا صار زين. زوجي ما عنده راتب ومريض ما يقدر يشتغل، عنده قرحة بالمعدة وعنده جرثومة، وهاي حالتنا. والله أنا أشهد أهل الخير يساعدونا، والله العظيم هاي حتى مسواق ما عندنا، هاي ثلاجة فارغة صارها فترة، والله كل شيء ما بيها، لا ريق ولا أطفال لا مسواق لا، هاي حالتنا حيل تعبانة، ولا راتب زوجي عنده ولا أكو شغلة يعني مصلحة زين، حتى اللي يشتغلوا ما يدفع لإيجاره وينطيه خلي عايش أطفاله. هاي الخيمة والله شفتوا عيونكم هسه من يجي هوا ظل الطخ ولا ينسد بابها زين، حتى إذا سرقها ما تسرق تفتح، وتفوت المطر علينا قبل كتب منا من الباب، وهاي شاتها منا بوصل الله شاهد علي. نانا النازحة تنقل لكم معاناتها هي الشخصية، انت قيس بهاي الخيمة شنو تقدر تعرف عن معاناة النازحين في الخيم الباقية اللي موجودة بالمخيم. إذا شفت هاي الخيمة وشفت وفكرت بباقي الخيم، أي قيس واعرف معاناة باقي النازحين بباقي المخيمات. اليوم النازح هذا اللي نزح من منطقته بسبب شلة من الإرهابيين، تنظيم إرهابي صغير اسمه تنظيم الدولة، هرب وإجا لهنا حتى يخلص من العذاب.
بعد أن تحررت مناطقهم كان من المفترض أن يكون وجودهم بهاي المخيمات وقتي، بحيث أنه في حال انتهت القضية اكتفاء الحاجة إلى وجودهم بالمخيمات يفتحون الباب ويقول لهم يابا مناطقكم رجعت ارجعوا. اللي صار أنه من وقت حيدر العبادي بيان النصر، واللي سموا جرف الصخر جرف النصر على ضوء البيان اللي قاله، من ذاك الوقت إلى هاي اللحظة ذول النازحين عايشين بالمخيمات، لا هم اللي مرجعيهم ولا هم اللي قايلينهم شنو السبب باقين بالمخيمات، ولا هم اللي قايلينهم هم ليش يجدي يعاملوهم وحارمينهم من كل شيء. ومن ضمن الأشياء اللي حارميها من عندهم الأوراق الثبوتية إلى أولادهم، حق التعليم، حق العلاج، حق العمل. فأنت أريد أسأل المسؤولين وأريد أسأل وزير الهجرة، بلا زحمة ذولا ليش باقين بالمخيمات؟ يقول لك إحنا نريد نسد المخيمات. أوكي تريد تسد المخيمات على عيني وراسي، تمام هذا الشيء صحيح ومقبول، وأنا أقول لك لازم تسدون المخيمات بس على شرط، لازم تعيدون إعمار المناطق المدمرة بالكامل، ترجعوهم المناطقهم الأصلية، تطوهم بيوتهم وحلالهم وأراضيهم، تقعدوهم مكانهم مثل ما كانوا قبل ما يجون للمخيمات، وراها تقولون يابا احنا اكتفت حاجة سدينا المخيمات. أما أنك تسد المخيمات وتقولهم الزموا الباب وطلعوا وممنوع يرجع لمنطقته وتهججه بالشارع، إذا هو هسه بخيمة وأكو خيمة على الأقل مو كل مي المطر 30% من مي المطر يطبله، فهي كارثة. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يانا من راتب الكوبيسي: من المعيب على الحكومة أن يبقى هؤلاء النازحين خارج مدنهم التي قضوا مئات السنين فيها، ألا يمكن إيجاد حل لهم وإعادتهم؟ لماذا هذا السكوت؟ فمن هو المسؤول عن معاناتهم؟ هل يوجد لهؤلاء من يمثلهم وينتفض لمأساتهم؟ يحيى مجيد السعد قال: الله المستعان، واقع مرير، نسأل الله أن يلطف بهم. ورأفة حميد يقول: الله يكون بعونكم، إن شاء الله تنحل كل أزماتكم وترجعون لبيوتكم سالمين غانمين. والدكتور رجب الفهداوي يقول: لا رجل شريف أو نائب أو شيخ يسعى لعودة هؤلاء النازحين منذ سنين، أي ذنب اقترفوه؟ وخمس علامات استفهام، وأنا أحط لك على سؤالك أي ذنب اقترفوه ألف خط وألف علامة استفهام، وأتمنى يجي واحد من المسؤولين ويطلع ويقول شنو ذنبها هاي العوائل، شنو الذنب والصوت اللي هم سووه لدرجة أنه نبقيهم بمخيم لا بعلاج ولا بمدرسة ولا بأكل ولا بشرب ولا بكل شيء. احنا مقبلين على شهر رمضان، سويعات قليلة ونبدأ نصوم، هذا شهر الله، شهر الخير، شهر البركة. لما المواطن العراقي اللي يقول أنا عراقي ببلد نازح، شنو الشعور اللي دتولد بقلبه وبصدره؟ شلون راح يحس بالانتماء للبلد؟ شلون راح يحس بالانتماء للوطن؟ شلون راح يحب هذا الوطن؟ شلون راح يفكر انه يساعد؟ شلون راح يفكر انه يكون جزء من هذا الوطن؟ انت لما عندك نازح يجب عليك انه تفكر ترجع باقرب فرصه ممكنه. المشكله عندنا وزاره اسمها وزاره الهجره، وعندنا وزارة اسمها وزارة الإعمار، وأكو ميزانية للنازحين. هاي من شو وقت؟ من كان صالح المطلق نائب رئيس وزراء؟ مو اليوم مو اليوم، من ذاك الوقت راحوا سووا لنا كم ساجية على حمام متنقل وقالوا صرفنا على المخيمات، وهذا حال بالمخيمات. من بين الفئات اللي ازداد وجعها خلال رمضان الأمهات اللي ولدهم قاعدين بالسجون الحكومية، خصوصا الأم اللي تعرف ابنها بريء ومسجون من دون أن تلتفت الحكومة إلى معاناتهم وتستجيب لدعواتهم في إطلاق سراحهم وشمولهم بالعفو العام. رئيس حكومة الإطار التنسيقي الموالي لإيران محمد الشيع السوداني بعد يتنصل كالعادة من تعهداته بشأن إقرار قانون العفو العام. طبعا هو الأمر مو بيده، اكو ناس اعلى من عندهم اللي جابري ومسكتين حلقهم كلبجين ايده، احنا نعرف هو خرخاشه.
وتجاوزت نسبة اكتظاظ السجون الحكومية بنسبة 300% وبعض السجون 400% بالمعتقلين اللي ينتظرون أنه ينظرون بقضاياهم، مع تأكيد منظمات حقوقية دولية ومحلية أن غالبية المعتقلين ما حصلوا على محاكمة عادلة. ليش؟ لأنه أولاً انتزعوا الاعترافات من عندهم تحت التعذيب، وتتذرع أحزاب الإطار التنسيقي أنه القانون يزعزع الأمن في حال إقراره وصفة المعتقلين بالإرهابيين. مهم، وتتواصل مناشدات أمهات المعتقلين لإطلاق سراح أبنائهم من السجون الحكومية وتمرير العفو العام لغايات إنسانية بوسط استمرار التجاهل الحكومي لمطالبهم. قانون العفو العام هو مطلب شعبي مستمر من سنوات. خلونا نسمع هاي المناشدة. والله مذلينا احنا الامهات، والله مذلينا، انت تتعفوا مو بس الولد، تتعفوا ان للامهات، لانه احنا تعبنا، ما تعبنا ها من نروح للسجون، تدري شو يصير بحالنا؟ والله انا قاعد اسبوع انا قاعد مريضه. الله يخليك يا سياده الرئيس، ان شاء الله سنه خير عليك وعلى امه محمد، وفرح الامهات واجبر بخاطرنا، والله يجبر بخاطرك، والله يوفقك دنيا واخره، الله يرضى عليك، فرحنا يا سياده الرئيس، وطلع ولدنا اطلع في العام لهالشباب هاي وخليه يتنفسون. كلهم عندهم اولاد، عندهم امهات، عندهم ابهات، عندهم اطفال بهم وبهم شباب. الله يرضى عليك، الله يخليك، الله يخلي لك اولادك. انا امك، اختك، احسبني ودعا ناجدك، والله ما عندي غيره، بس هو هذا. حتى ابوه ميت، والله العظيم ابوه ميت، وبس هذا عندي، ما عندي غيره. وأنا قاعدة بالإيجار، والله انذليت مذلة ما صايرة ولا دايرة. الله يخليك سيادة الرئيس، اطلع في العام، طلع هاي الشباب، يعني اطلع أسر كل الدول طلعت عفو عام وفرحت شعوبهم، انفرحونا، احنا شو احنا ما نستاهل. هاي مناشدة مئات الآلاف من اللي تم اعتقالهم بوشاية المخبر السري، هو النظام اللي اشتغلت به حكومات ما بعد عام 2003. السجون الحكومية اليوم ذولا دا يعيشون بها ظروف لا إنسانية، وعايشين ذولا تحت وطأة ظروف قاسية بداخل السجون الحكومية. بحسب إحصاءات ما يقرب من 80% منهم ما انعرضوا على القضاء، وتستغل قوى متنفذة هذه الأعداد لسرقة مخصصاتهم المالية. وسبق أن أقرت وزارة العدل الحالية أن نسبة الاكتظاظ بالسجون وصلت في بعض الأحيان إلى 300% وبعضها أكثر، وأن عدد المساجين يصل إلى 60,000 مسجون، بينما تتجاوز الطاقة الاستيعابية للسجون 25,000 سجين لكل سجن، وتفتك الأمراض بالمعتقلين نتيجة لسوء التغذية، الحرمان من الرعاية الطبية بعمليات تعذيب ممنهجة تمارسها السلطات ضدهم، وتتواصل المماطلة بإطلاق سراحهم رغم إقرارها بأن أعداد كبيرة منهم أبرياء. خلونا نسمع مناشدة أطلقتها والدة أحد المعتقلين. فرحوا قلوب الأمهات، الله يفرح قلوبكم، والله تعبنا، والله تأذينا، والله ما ظل على حالنا حال، يعني اعتبرونا أمهاتكم، اعتبرونا خواتكم، عرضكم محسوبين عليكم، والله نذلينا، فرعنا لا دو ياكم، لطملة لا دو ياكم، ذبينا سينا لا دو ياكم، نمنا بالشارع لا دو ياكم، شين تردونا بالضبط؟ نريد وليداتنا ونعوف لكم الزمل بما حمل، وعفى الله عن ما سلف، يعني ما عندنا خاطر، نريد تفرحون قلوبنا احنا الامهات، فرحوا قلوبنا احنا الامهات اللي انشنعت قلوبنا. تعليق واحد بس على احزاب الاطار التنسيقي. لما انتم تقررون انه اللي موجود بداخل السجون هو ارهابي فهذا مو شغلكم، مثل ما هو مو شغلكم السياسه، لانه انتم كل شيء ما تفتهمون بها. فعليا احزاب الاطار التنسيقي والاحزاب اللي حكمت العراق من 2003 لليوم تمتلك من الغباء السياسي الكثير، فانتم بالسياسه اغبياء، فلا تجون تدخلون نفسكم في مواضيع انتم ما لكم علاقة بها. هاي رقم واحد. رقم اثنين، مو انتم اللي تقررون المتهم من البري. رقم ثلاثة، من المفترض انه احنا عندنا قضاء، هذا من المفترض، بس احنا كلش زين نعرف انه القضاء مسيطر عليه من احزابكم،
وسيستوا للقضاء ومشيتوا بمزاجكم. وزارة العدل تعترف انه اكو بالسجون ابرياء، تجون انتم تعترفون او تقررون تقولون اغلبهم ارهابيين. المشكلة انه ذني الله يبرد قلوبهن، ذني دي طالبن بعفو عام، وتسعين او تسعة وتسعين بوينت تسعة بالعشرة من السجناء اللي موجودين بالسجون هم ابرياء، فالعفو العام ما يصير على الابرياء. اتمنى تفتهمون شغلكم وتعرفون شغلكم لما تشكون بشخص وتجيبوه الى التحقيق ويعتقل على ذمة التحقيق يوم ويومين وثلاثة واربعة، من المفترض ان يصير في هيكلية عمل كاملة، يصعد الى القضاء، اكو ادلة، اكو براهين، اكو شهود وراها يتحاكم. القضاء قال بري، حتى مالكم علاقة، ما تقدرون تكلبشوه، قال علي بريء، يقول له عمي السلام عليكم، يدير ظهره ويطلع. ومن الممكن أن يحملك المسؤولية لأنك اعتقلته وهو بريء. أما إذا كان مجرم فالقضاء هو اللي حدد جرمه، هو اللي حدد الصوج، وهو اللي حدد مدة محكوميته حسب الجرم اللي هو مسويه. فالعفو العام في دول العالم يسووها عن المذنبين، لكن أكو شروط إلى العفو العام، فما بالك احنا دا نسوي عفو عام عن الابرياء مو المذنبين. بس قابل هو نور زهير يا حجيه، ابنك بايق له 200 مليار دولار بصايه احزاب الاطار حتى ينسجن، وراها يطلع له بعفو مفصل على مزاج نور زهير وقرعيته؟ لا طبعا. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجودي انا من ام محمد: نحن أمهات السجناء المظلومين نطالب بالعفو العام عن كل السجناء المظلومين أسوة بباقي الدول، أنصفوا أولادنا المظلومين، كفى ظلما ارحموهم يرحمكم الله. فلاح محمد: نطالب بإقرار قانون العفو العام عن الأبرياء والمظلومين، الله أكبر عليكم. محمد علي: المشتكى لله، لا إله إلا الله. صرخات المظلومين من أمهات السجناء وعوائلهم وأطفالهم تكسر القلوب. ماجد الكبيسي: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سياسي عراقي يعارض قانون العفو العام. ومن داخل سجن بغداد المركزي ويانا أحمد، حياك الله يا أحمد. حياك الله، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك استاذ؟ هلا بيك يا الغالي، هلا بيك استاذ. نحكي على الاقتضاء مال السجون. نعم. أريد أحكي، أريد أوصل لك معلومة، خلي العالم كلها تعرف، خلي وزير العدل يعرف. نعم. اللي يصيح احنا ما عندنا اقتضاء، ما عندنا تدري، تعرف انت الزنزانة احنا 3 × 2 كم واحد بيها؟ 28 واحد بيها. ايش قد مساحته؟ ايش قد الزنزانة مساحته؟ والله العظيم 3 مترات في مترتين. 6 مترات مربعة. 28 نفر بيها. 28 نفر بيها، يعني تصور ممر نتمشى نريد نروح لتواليت ماكو. نعم. وبنفس الزنزانة يعني التواليت، هو تواليت هو حمام، هاي وحدة. اثنين عندنا العلاج والأدوية والأمراض، يعني هذا المدير الجديد أذانه أذية يعني ما صايرة. قبل كان موجود المدير أستاذ إياد الزوبعي الله شاهد عليه، يعني يومية طلعنا طلبات طبابة. أخ أحمد بس حتى الناس تعرف، أخ أحمد إذا تسمح لي بس حتى الناس تعرف، انت تقول الزنزانة 2 × 3 يعني 6 متر مربع وبيها 28 شخص، شلون تنامون؟ ننام صفح. وتكفي؟ يعني هي حتى لا، انت مو هنا البلوة، البلوة هي بها 4 سرات، كل سرير طابقين يعني 8 نفرات. زين. والبقية احنا بالقاع 20 نفر بالقاع، يعني تصور رجلينا تصير جوا شرابي وروسنا برا طالعه نص هيك، وبالمقابل منا كم نفس الشيء هم هيك. نعم. يعني انت هاي مال المنام ومال شو اسمه متزاينة بيها ما صايره. شيء ثاني عندنا امراض هاي العدوى. نعم. جرب والغير الجرب تدرن، والله تاذينا خاصه في سجن طيب. بغداد. طيب اخ احمد يعني اعذرني اذا ذكرك بالمأساة، لكن نريد نعرف الطعام، الاكل اللي يوصلكم شنو طبيعته؟ والله العظيم هاي عندنا تكرم بزازين بالسجن، هذه شغله اضحك الجمهور خلي يسمعني.
عندنا بزاجين هاي بالسجن والله العظيم يجيبون هذا الاكل اكو بيه افقاد ما افقاد قدم لي اياه ما تاكله ما تاكله من ياكله اكل ايش الله يخليك طيب الحمامات الرعايه الصحيه داد رعايه صحيه زفت زين عندك واسطه يودوك ارسال تروح المستشفى الكرخ ارسال ما عندك واسطه تبقى هنا تموت طيب يعني احنا هذا الشهر يمكن ميتين عندنا ثلاثه في سجن بغداد المركزي طيب السؤال الاهم المواجهه عوائل. يعني انتم شقد عندكم احقيه مواجهه مع عوائلكم وذويكم نص ساعة كل 15 يوم نص ساعة كل 15 يوم نص ساعة زين ذويكم من يجوكم يجيبوا لكم غراض مثلا مستلزمات اشياء فلوس ذني تقدرون تستفادون من عدل او ياخذوها من عندكم والله ساعد يجيبون لنا دواء خلينا نقول فد ب 10000 اللي يوصل لك بالخيم يعني بالبابا والشرطه الاتحاديه هاي ممنوع هاي ممنوع هاي ممنوع هاي ممنوع عصاره ممنوع الحبوب ممنوع ما ادري شنو ممنوع يوصل لك بس اللي براسي صوت هذا ما يوصل يمك زين ملابس ممنوعه بس الباتوفاني على مود الحانوت يستفاد حتى يبيع لك دراك سود يبيع لك طروال يبيع لك هاي كله بالحانوت تكه جقاير بالشارع هاي الاوسكار ب 3000 ونص احنا نشتريها ب 10000 طيب زين بلا زحمه احمد يعني مثلا انت ذكرت قلت اكو بعض الامراض مثلا اللي عنده طفح جلدي او اللي عنده مثلا حساسيه او اللي بعد عنك وعن زملائك مثلا مرض الجرب هذا يحتاج الى علاج معين اذا كل شيء ممنوع هذا من يجي العلاج؟ هذا ممنوع والله العظيم ممنوع عندك عصارات هنا بالطبابه كل اسبوع يطلعوك مره واحده تطلع اذا حن عليك الدكتور يعطيك هاي العصاره متى هي الصلاحيه ما اعرف شنو صناعتها ما نعرف ما ادري نعم حتى لا مكتوب عليها طفح جلدي ولا مكتوب عليه ما اعرف ولا يخلونا هايتنا يدخلونا العلاج هذا نعم. ممنوع ذاك ممنوع هذا ممنوع كله نعم والله نعم. العظيم متاذين اذيه طيب اخ احمد انا اعتذر تاخرت بهذا السؤال بس كان المفروض اسالك اياه بالبدايه انت ايش قد صار لك بالسجن؟ أنا صار لي 3 سنوات هسه احنا مذنبين أنا مذنب خلينا نقول أنا مذنب أنا بعد دراجة بكيت 21 ورقة نعم طلعا من ضمن ال 21 رحت أريد أصرفهم طلعا عندي 3 ورقات عند زورات زين وبكيتها صعدت محكمة انحكمت عليهم لا لحظة أوقف أوقف أنت ما مذنب بس لحظة أحمد أنت ما مذنب تقول لي مذنب يعني أنت بعد دراجة واللي اشترى منك الدراجة نطاك فلوس مزورة انت مو مثبت بالمرور انه انت بايع دراجه لو لا والله اعترفت انا بايع دراجه استعد بالتحقيق بالمكافحات ماكو مذنب انت تعترف راح تصعد تم القاضي بالجنايات يابا مو اني انا بايع هيك ويز وذني فلوسي تثبت مين بس 3 ورقات مزوره قال لا البنك المركزي مشتكي عليه يا عبد البنك المركزي مشتكي عليه عندك البنك المركزي مشتكي عليك على 3 اوراق اوكي 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 ايوه ايه هي قابل انا منه نور زهير ما يشتكي عليه تمام طبعا يشتكي عليه تمام المهم حكمنا 4 سنوات حكمنا 4 سنوات عليها اهدعوا يا بس ما يخالف احنا مذنبين احنا غلطنا احنا شيء نطالب بالقانون العفو العام هسه هاليتنا فكروا بهاليتنا بامهاتنا بجهالنا والله تبهدلن والله العظيم جهالنا بطلوا من المدارس قاموا يبيعون مي يبيعون كنينس يبيعون ما اعرف شنو نسواننا قامت تطلب الطلاق من عندنا نعم تأذينا والله العظيم اني ذيك المره امي بايعه قنينه مال غاز وجتني مواجهه والله العظيم والله العظيم يعني اني زين خلي يقولون اكو عالم ارهاب مو ارهاب ما ارهاب اشعوب الارهاب تعالوا انتوا عندنا تعالوا المدنيه تعالوا المخدرات اقسم لك بالقران الكريم المخدرات 99% ابرياء بالقران 99% ابرياء عالم كل شيء ما عنده وجابوه. نعم. انا اقول لك هاي الحكومه تدري سوت لنا شغلتين الحمد لله والشكر. الغربيه ما غربيه تهمون بالارهاب. نعم. والجنوب والوسط بالمخدرات. بعد ما اعرف شو يردون شلون؟ طلعوا اماتنا مظاهرات ما فات، طلعوا اباتنا مظاهرات ما فات، يا بي محمد الشيعي السوداني يا بي البرلمان ما فات. ادري بس اللي يفهمونا نروح نظاهر بايران. يعني حكومه ايرانيه نروح نسوي مظاهره بايران خلي عائلتنا يروحون لايران هناك نعم نعم فالكديم خامنئي ويخابرهم يعطيهم عفو عام يعطينا فهموني عتلينا على بلوتنا والله عتلينا منين جونا الله لا يوفقهم جاه امير المؤمنين نعم شكرا موتوني. شكرا لك احمد واعتذر منك يعني مشكله انه من دا يحكي القضيه
تصير بكل بلدان العالم، والله بكل بلدان العالم تصير. واحد بايع شغله وجا واحد ضحك عليه بشيك بدون رصيد، واحد بايع شغله وجا واحد ضحك عليه باموال مزوره، هاي تصير في كل بلدان العالم، في كل مكان تصير، بس مو ينحكم هو. المفروض هذا هو اللي يشتكي، هو الخسران فوق ما خسر فلوسه. البنك المركزي اشتكى عليه، والبنك المركزي ما اشتكى على فلاح سوداني، ما اشتكى على الهبره والهبرات الكبيره، لو على احمد بثلاث اوراق وخطيه مضحوك عليه بيهن. ابو موسى من بغداد حياك الله. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام والرحمه والاكرام. طبعا قناتكم الموقره نشكرها، وان شاء الله رمضان مبارك على جميع العراقيين. وعليكم يا رب. احنا حبيت اوضح فد يعني مشكلة يعاني منها بعض العسكريين والضباط المهندسين. نعم. اللي صار لهم تقريبا 20 سنة. نعم. 1405 راتب استبعدوهم بسبب قانون، هذا مو قانون او قرار مجلس، قرار البريمر اللي هو حل الجيش. نعم. مو بس حل الجيش، انما الغاء الكلية الهندسية العسكرية. نعم. طبعا كل الحكومات اللي جت بعد 2003 ما حد فتح هذا الملف ولا احد حكى بهذا الملف، ومصير طلاب كليه الهندسه العسكريه اللي هي خمس دورات من دوره 26 لحد دوره 30. نعم. انا المتكلم احد طلاب دوره 30. طبعا الكليه الهندسه العسكريه ترى ترفد الجيش العراقي والتصنيع العسكري بطاقات جباره. نعم. بالتصنيع وبالوحدات العسكرية. نعم. وكافة الاختصاصات الهندسية والعلوم. نعم. منها الكهرباء والميكانيك والليزر والطائرات والمدافع والصواريخ والتكنولوجيا المعلومات، يعني كل وحتى كان عندنا الانترنت موجود. يعني احنا العام 2002 انا تطوعت 10/2002 وعلى ملاك الدار وعلى وزارة الدفاع. نعم نعم. شنو ذنبنا بريمر يلغي الكلية؟ والله شنو على مود الأسلحة لا تتطور ولا تصل لإسرائيل وغيرها وغيرها، وحماية الدول الجوار الجو الإيراني حكمونه، وظلينا احنا خارج الخدمة. ليش؟ شنو ذنبنا احنا طلاب؟ يعني لا تقولون احنا باعثين وكبار وقيادين، حتى القيادين البعثيين هم ذاك موجودين بالحكم ودي يحكمون. زين احنا كلش على واحد بين المؤيد والنصير بالحزب. زين اذا هذا حزب فاعضاء الشعب والفرق موجودين يداوموا ضباط، ان كانوا سياسيين ذاك موجودين. نعم. سووا لهم استثناء وداوموا. نعم. وبرلمانيين موجودين. احنا شنو ذنبنا ما نرجع للخدمه؟ صار لنا 20 سنه. هذا اللي صار عنده خمس جهات وست جهات هو. نعم. على الملاك الدام لا تقاعد، لا نهاية خدمة، لا. نعم. اللي نعم. تعين ضفته لخدمته وخدماته صارت خمس سنوات استاذ، يعني اكو بينا من 97 متعين بالدفاع كطالب كلية هندسية عسكرية، خمس سنوات بعدها ست شهور حتى 9/4 صارت دخلها ساقطون بغداد، حتى 9/4 يعني بعد ثلاث شهور شهر السابع تموز يتخرج، داوم خمس سنوات بعد ثلاث شهور يتخرج ونشد ملازم اول، يعني احنا كليه تعطي ملازم اول، شنو ذنبنا احنا نطلع خارج الخدمه؟ نعم 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 نعم. وصلت الفكره ابو موسى، واعتذر منك وشكرا جزيلا لك. أثار إعلان رئيس حكومة إطار التنسيق افتتاح عدد من المصانع خلال زيارته إلى البصرة سخرية ناشطين من هذا الإعلان اللي افتقر إلى الحقيقة وراء تزييفها وإعلانها كمنجز إلى الحكومة، لأنه كشف الناشط المدني عمار الحلفي عن حقائق مهمة تخص افتتاح معمل الحديد والصلب بمحافظة البصرة جنوب العراق البارحة، وقال الحلفي بمقطع مصور أنه هذا المعمل اللي تم افتتاحه فقط هو مرحلة الدرفلة اللي هي المرحلة الأخيرة من إنتاج الحديد، وهذا فقط يصير بالعراق، أما الباقي هو استيراد. اللي قاله يقول أنه حتى يبقى العراق يستورد العجينة الحديد الخام من إيران، وأشار أنه تكلفتها نفس سعر
التسويق، فتعالوا نشوف. كلاوات افتتاح معمل حديد وصل في محافظة البصرة، والشو الإعلامي والإنجاز الفيسبوكي اللي تسوق إلى السيد رئيس الوزراء. هذا الفيديو بحقائق مهمة، لازم الشعب العراقي يطلع على هذه الحقائق. معمل حديد والصلب في محافظة البصرة إذا يريد ينتج إنتاج حقيقي وبه جدوى اقتصادية تفيد العراق، لازم يمر بثلاث خطوط أو تشتغل به ثلاث خطوط حتى يجي السكراب ويطلع حديد شيش وغير شيش يطلع ويباع بالسوق. هذه المراحل هي مرحلة الإسفنجي، الخط الأول والخط الثاني الصاروصب، والخط الثالث الدرفلة اللي انفتح اليوم من قبل السيد رئيس الوزراء، وهي فقط بالعراق ينفتح مصنع من المرحلة الأخيرة ويتركوني المراحل الأولى والثانية المهمات. ليش؟ حتى العراق يبقى يستورد عجينة من إيران، يعني معمل حديد والصلب راح يصير قالب، والمواد اللي راح تيجي والعجينة راح تيجي من إيران. تكلفة هذه العجينة بنفس سعر التسويق، يعني إذا كان طن الحديد 1,100,000 سعر العجينة راح تكلف العراق 1,050,000 إلى 1,100,000، لأن العراق ما يشتغل على افتتاح أو العمل على الخطوط الأول والثاني. وليش العراق يحتاج يشتغل على الخطوط الأول والثاني؟ معمل الحديد والصلب اللي موجود بالعراق وينه؟ واحد خلي جاوبني، عندنا مو معمل معامل، وواحد من المعامل كان مملوك الجدي، عندنا سكراب بالعراق، سكراب بالعراق مشمر على أبواب المدن، لو أكو معمل واحد يشتغل صح ويستفاد من عدهن هذا كل ما نحتاجه، ولا نستورد من إيران. بس إيران سيدة نعمتهم. هذا المعمل الثاني ما اقتصر الأمر على معمل الحديد والصلب، وأكد مراقبين أنه معمل أسمدة الداب هو الثاني زيفوا الحقائق به، لأنه ناشطين الدولة وصور لافتتاح وزير الصناعة السابق منهل الخباز للمصنع سنة 2021. السوداني برفقة وزير صناعته الحالي خالد بتال رجع البارحة افتتح المصنع من جديد حتى ينحسب إنجاز إلى حكومته، إنجاز صوري. خلونا نشوف سوية صور سابقة من حفل افتتاح المصنع اللي أعلن السوداني أمس افتتاحه باعتباره إنجاز إلى حكومته. قمنا بافتتاح مشروعين أساسيين، المشروع الأول وهو مشروع إنتاج الداب. هذا المشروع كان بالتعاون ما بين الشركة العامة للأسمدة الجنوبية وبين شركة تريبل أي البريطانية القابضة. كان عمل كبير جدا، إنتاجية شفناها رائعة، ومصنع يعني حقيقة نفتخر بأن يكون هكذا مصنع لنا في العراق ينتج سماد الداب بعد أن كنا نستورده من الخارج بكميات كبيرة لصالح وزارة الزراعة. داب دايمونيوم فوسفات، يعني الفوسفات المبلور، أتحدى إذا يعرف شنو معناها. أكو واحد بالفيديو طلع قبل شوية شايل من القنية وقاعد يباوع ودا ينخل بيه يجي زرعاية، أنت شايل السماد بيدك وتدد فحصاي دا تفتهم أنت جدا تشوف. لكن المشكلة أنه دا يشتغلون الجماعة، ليش بالعراق ما كانكم معمل أسمدة؟ معمل أدوية ثمرة، ومعمل طيارات الديوانية، ومعمل سيارات بابل، ومعمل أو مصانع تعليب كربلاء. معامل عندنا، معامل مو معمل، معامل وقفتوا وجايني هسه تفتح لي مصنع لو مصنعين، ويا ريت لو تفتح مصنع. زيادة خفاجي، بدأ فشل الحكومة يلوح في الأفق للذين تقبلوا الوهم والضلال مصدقين الإعلام الفيسبوكي، ولم تخب ظنوننا عندما قلنا أن السوداني كسابقي في أول تنصيبه وأن البلد لن يرى النور الحقيقي. حيدر الغرابي، أصلا لا نثق بهاي الحكومة وأحزابها ولا نتأمل بهم ونعرفهم بس بالإعلام.
محمد سلام، إلى متى تستمر الكلاوات الحكومية الفيسبوكية؟ بسام عطشان العراقي يقول هو أصلاً مفتوح قبل سنتين، شنو الإنجاز من يفتح له مشروع مفتوح سابقاً؟ أنا أقول لك شنو الإنجاز. الإنجاز أكو مبلغ صغير صارت ببوغة. شلون؟ المعمل مفتوح من سنتين، عندهم بوغة يردون يشوفوا لها تصريفة، فصبغوا المعمل من جديد، قال لك رئيس الوزراء شريط أحمر ومقاصيص وأكل وشرب وسيارات وطوط وصافرة مال شرطة وواصة هنا وواقع هناك، يجي طب طلع ما أعرف شنو، أكو مبلغ انصرف. هاي البوغة. أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم استاذ أفل. عليكم السلام ورحمة. استاذ أفل، هذا من القلب بالكيمياوي. أنت هي. شبهتهم بالأغبياء. بس تبي الغبي من يسمع بيك يزعل عليك؟ والله أبو عبد الله حتى أكون صريح، أنا ما قلت هم أغبياء، قلت يمتلكون غباء سياسي. ألف رحمة. بس الغبي هسه من يسمع بيك أنت مثلتهم بالغباء السياسي، الغبي راح يزعل عليك. نعم. يعني هذول ناس ما اسمعك. الو. نعم اسمعك. الو استاذ افل، يعني هو من حيقول صنعنا السماد الداب، يعني السماد الداب السنه الزراعه تيجي شنطه الفلاح بمليون و800. نعم. بينما الارض هي المستورد من الخارج بمليون و بسوق بمليون و200. يعني المصنع بالعراق أغلى من السماد المستورد من الخارج؟ رحم الله. أنا ماخذه على الاحتياج، أنا ماخذه. وهذا السجين طلع من يقول لنا كل 15 يوم، أنا شايف نزيون بأمر صدام حسين، أهلنا كل أسبوع يزورونه. نعم. من يجي زيارة ما يقدر شرطي وانسجلت بسجن ديالة لصلاحي نص السوق شام مال ديالة. من يجون اتحدى الشرطي يقدر يتحمل زائر يجي يزور السجين. نعم. والسجن نضيف الى 24 حباية، وغرفة بها العدد، الغرفة تاخذ 8 بها 8. نعم. تاخذ عشرة بها 10، ماكو شيء. نعم. بس هذا الظلم هسه صار من تجي تقيس وطلعت هاي من تناشد تقول له يا رئيس الله لا يبطي ان شاء الله. الله لا يوفقه. نعم. الله لا يوفقه. كان العزيز ناس دكنا دايحة، ناس حرامية. عمي وين هذا الظلم؟ وأنا راح أقول لك، وعندي وأقدر، لو عندي خطك الشخصي، ما خطك الشخصي، وأقول لك فلان قاضي، أنت شايف قاضي اللي يسكر والصبح بالقضاء؟ نعم. وينك ويش قضاء السادي؟ نعم. وصارت ويا الشغلة هاي كلها موثقة، شغلة زين قاضي يودي له شهود اثنين. ما ياخذ بحج الشهود، ياخذ بالحج المزور. نعم. وين اكو شيء؟ والله يقول لك من تقول المحامي يقول لك قناع القاضي، شنو قناع القاضي؟ نعم. القاضي يطلع قناع من عقله هو ويمثل القانون بكيفه هو، هذا مو قضاء استاذ العزيز. نعم. هذا ظلم وهذا ظلم ما يدوم، ان شاء الله ما يدوم. نعم. شكرا لك ابو عبد الله. نروح الى استمرار انهيار القطاع الصحي وتردي خدمات به. تذكرون زيارة رئيس حكومة إطار التنسيق محمد شياع السوداني إلى مستشفى كاظمية حين مرت أجهزة الدعاية الإعلامية اللي داير ما دايرة وصورتها بعدسة هاتف يعبر عن قمته عن واقع الخدمات بالمستشفى، وأثار الفيديو بوقتها تهكم وسخرية العراقيين اللي وصفوا الزيارة بالاستعراضية اللي ما تغير شيء من الواقع الصحي المنهار. ناشطين قالوا بوقتها أنه ماكو شيء برر قول رئيس الوزراء بعد زيارته مستشفى كاظمية، الله لا يوفقنا على هذه الخدمة اللي هو ابن العملية السياسية من 2003 واللي أنتجت هذا الواقع المزري، وبعد مرور تقريبا سنة ونص على هذه الزيارة المشهد مثل ما هو عليه بالمستشفيات الحكومية. مواطن رصد لنا انقطاع التيار الكهربائي في استشارية المستشفى الجمهوري من 5 أيام، هذا اللي أدى إلى عطل تقديم أغلب الخدمات الطبية. اليوم الأحد 10/3/2022 داخل مستشفى الجمهوري الاستشارية، ما من المعقول التيار الكهربائي منقطع عن الاستشارية من يوم الأربعاء إلى الآن، أربعاء وخميس وجمعة وسبت ويوم أحد 5 أيام، تجي الناس تحليل ماكو، أشعة ماكو، الدكتور أظلم مثل ما جاي يشوفون بالكاميرا وجاي يشوفون الوضعية. استشارية مستشفى الجمهوري، رئيس الوزراء مع كل الأسف بعض النواب يفكر يا أما بمنطقته يا أما بحزبه يا أما بجهته وياخذه للمناطق الجيدة،
ياخذونه يا اما للاستثمارات يا اما للحسينيات يا اما للمعامل اللي ما اريد اقول وهميه، اكو شغل، بس تعال اخذوا لي مستشفى الجمهوري، اخذوا لي رئيس الوزراء لهاي الصاله. هسه انا اطالب رئيس الوزراء دخول مستشفى الجمهوري بهاي اللحظه، اذا ما يخاف يقولون مطفين الكهرباء الجماعه وصوروا. يابا انت مدير مستشفى الجمهوري الاستاذ حيدر العطار او دكتور حيدر العطار، وينك عن هاي الحاله؟ هذا حال باستشارية المستشفى الجمهوري في محافظة البصرة. وزارة الصحة تحاول الدفاع عن خدماتها المقدمة ببياناتها اللي سرعان ما تصطدم بحجم الإهمال اللي تجسد المقاطع المتداولة عن جودة الرعاية الصحية. فمثلا المستشفى التركي بمدينة الناصرية بمحافظة ذيقار اللي تم افتتاحه مؤخرا تسبب الإهمال وغياب المتابعة والفساد بتعطل المصاعد، هذا اللي أثار غضب المراجعين اللي أجزوا أن ينقلون مرضاهم للطوابق العليا بالسديات. تعالوا نشوف هذا العطل. عيوني هاي مستشفى التركي دار الصحة الذيقار، للعلم أنظف وأجمل مستشفى دار الصحة الذيقار هي هاي، أما البقية مصالحة الدخول الحيوانات، وانتو قانوا كيفكم مصاعد عطلانة ما بيها أي شيء صالح. زين المريض يظل 3 ساعات و4 حتى ينزل أو يصعد. هذا مستشفى جديد، هذا ذاك اليوم فتحوه، شو بسرعة عطل؟ أدري مستشفى مسوي تلزيق، شلون عطل ومستشفى ذاك اليوم انفتح؟ المهم الناس علقت. خالد السعد يقول وزير الصحة شوف مستشفيات وزارتك وتابع النواقص اللي بيها، لو الفساد نخر بيهن، المرضى تعاني من نقص خدمات والأدوية. حسام الباش حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، لوين نوصل بعد وميزانية 140 مليار دولار وين ودوها؟ فراس يقول هاي واقع حال المستشفيات، ماكو خدمات وصاخة حسبي الله ونعم الوكيل إلك الله يا الفقير. فارس يونس مع الأسف هذا واقع الصحي في البلد، من أغنى بلدان العالم وميزانيته من أعظم ميزانيات المنطقة، والمستفاد فقط هم قلة من هذه المبالغ الكبيرة. مشاهدينا الكرام، شهدت الأسواق المحلية بالعراق خصوصا مع استقبال شهر رمضان المبارك ارتفاع ملحوظ بالأسعار السلع الأساسية واللحوم الحمراء ويا حلول الشهر، بوقت يعيش به المواطن العراقي من ظروف اقتصادية صعبة جدا نتيجة تراجع قيمة الدينار أمام الدولار، اتساع خارطة الفقر بالبلد. ويحل رمضان هاي السنة بوسط موجة غلاء نغصت على المواطن استعداداته المعتادة للشهر الفضيل في مثل هاي الأيام من كل سنة. في ظل غياب للدور الحكومي بكبح جماح الأسعار وارتفعت أسعار السلع والخدمات بالعراق بنسبة بلغت 18 إلى 35% خلال السنوات الأربع الأخيرة وفقا لبيانات وزارة التخطيط. أسعار السلع الأساسية للمواطن العراقي شهدت ارتفاع بلغت قيمة 30% بالمتوسط، وسجلت اللحوم ارتفاع 35% مقارنة بسنة 2020 ورا ما وصل سعر كيلوغرام 25,000 دينار. الفتور النسبي حركة الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية العراقية فعل الإقبال الضعيف للمستهلكين على التسوق فعل تزايد معدلات التضخم وتآكل مدخراتهم. لهذا السبب قسم التواصل الاجتماعي سواء انفوغرافيك غلاء فاحش لأسعار اللحوم والمواد الغذائية مع حلول شهر رمضان المبارك. Thank you.
شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. رسالة واحدة وصلتني على برنامج واتساب، أتقدم إليكم بأحر التهاني وأطيب التبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعليكم وعلى العراقيين بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة يا رب. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما موجود ويانا بجعبتنا اليوم لحلقة برنامج صوتكم. نلتقيكم بالحلقة الأولى لشهر رمضان المبارك إن شاء الله يوم غد. كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان. نتمنى أن يعيده الله علينا وعليكم وعلى العراق كله باليمن والبركة. في أمان الله.